بسم الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اليوم ان شاء الله بغيت نصايب واحد الفلفله معمره وبغيت نشاركها معكم. ها هي كي تجي راه كتجي زوينه، ودرت معاها مطيشه عمرتها وكنتمنى تعجبكم ان شاء الله. دابا غندوز للمقادير. عندي هنا الفلفله الحمراء والخضراء والرز، وعندي هنا الدجاج، شويه الكبده والقنصات وشويه الصدر ديال الدجاج. عندي هنا مطيشه اللي طيبتها وطحنتها وصفيتها من القشور ومن زريعتها، والبصله، معلقه ديال مركز طماطم، وفي العطريه عندي هنا الخرقوم، تحميره، وعندي شويه ديال العطريه ديال الدجاج، الملحه والسكنجبير والبزار وعود القرفه، وعندي هنا الزعتر الربيع جبته غير من المجمد ما عنديش طري، واحد الطريس تاع الثومه والزيت باش نطيبو. بسم الله على بركة الله. دابا غنحيد هادو، بسم الله. أول حاجة خصني ندي هاد الرز يتسلق هو الأول. بسم الله. دابا غنحلو الفلفلة، نحلها من الجنب بحال هكا، وكنقطعوا لها هاد الزريعه. كنحيدوا لها هاد الخيوط اللي فيها الوسط هادو، هي دابا راه ما بقى فيها والو. نحلو وحده اخرى، كنحيدو ليها الزريعه كلها، ما كنخليوش فيها الزريعه. ها هي كي تجي ديروا معلقه صغيره بحال هكا، راه ساهله كتحيد لينا فيسه. صافي دابا راه ما فيهاش الزريعه، حيدتها الحبيبه. ونستمروا بحال هكا تنكملوا الفلفله ديالنا كلها، ونرجع معكم باش نصيبوا الحشوه ان شاء الله. ها هي الفلفله من بعد ما كملتها، نجيب واحد المقله باش نطيبوا الحشوه. بسم الله. ندير البصله في المقله وندير الزيت والملحه وعود القرفه. دابا غنرد المقله باش تحر لي هاد البصله. ها هي البصله، من بعد ما طحت البصله كندير الدجاج. بسم الله. كندير شويه البزار، شوية سكنجبير، العطرية ديال الدجاج، الخرقوم، الفلفلة الحمراء اللي هي التحميرة،
ندير دريس تاع الثومه. وكنحطوها طيب لينا هاد البصله والدجاج ونرجعوا معكم ان شاء الله نكملوا جميع المراحل. بسم الله. ها هو الرز ديالي من بعد ما تسلق، غير نص سلقه كنحيد هاد العواد القرفه. بني واحد اخر هو كنزيد هاد الحشوة ديال الدجاج بسم الله وكنحركو. كنزيدو شوية الربيع ونخليو شويه لاصوص. بسم الله. الرز راه سلقته مع الملحه، غنزيد واحد شويه الملحه على حسب الذوق. بسم الله. دابا غندوز نعمر الفلفله. الفلفله غنثقبها بواحد الكوردون بحال هكا باش تدخل ليها ديك المريقة باش تجي لذيذة. كنتقبوها كاملة بسم الله. دابا غنعمروا الفلفله ديالنا. بسم الله. انتو تعمروا بالمعلقه ولا تعمروا بيديكم، راه بحال بحال، واللي كيرتاح في يديه يعمر بيديه. ها هي الفلفله عامره، واللي ما بغاش يقطعها طول بحال هكا راه كيحيد ليها داك الطريبيش الفوق ويعمرها ويرد ليها الطريبيش ديالها. اللي ما بغاش يحلها بحال هكا طول كيدير ليها بحال هكا يقطع ليها هاد الطريبيش ويحيد ليها هادو بحال هكا ويعمرها من الفوق ويسد عليها بحال هكا. انا دابا قطعتها طول. بسم الله. دابا راه كتعمر من التحت الفوق، ما كتبقاش فيها شي بلاصه خاويه. وراه غيطيب الرز مازال ويتنفخ.
ونستمروا بحال هكا تنعمروا الفلفله ديالنا كامله ونرجعوا معكم ان شاء الله. بسم الله. دابا غنصايب لاصوص باش نطيبوا الفلفله. عندي هنا مطيشه والربيع وشويه الثومه، وعندي هنا مركز طماطم، الزيت، الخرقوم والتحميره، الفلفله الحمراء، سكنجبير، البزار، شويه الملحه، وعندي هنا شويه الزعتر، دابا غنجيب الموت اللي كيدخل الفران. بسم الله. وهاد لاصوص غنزيدها واحد كاس صغير ديال الماء، ندير النص ونخلي شويه، بسم الله. كنستف هاد الفلفله، وعندي هاد المطيشه شط ليا شويه العماره هاني عمرتها، نديرهم هنا الطريبيش ديالهم، رديت ليهم الطريبيش، ديرهم غير من الفوق، بقات ليا هاد الوحيده، نشوف ليها البلاصه. ودابا غندير هاد لاصوص الفوق، وندير شويه الزعتر الفوق. بسم الله. دابا غنغطي باش ندخلو الفران اللي سخنته من قبل. وملي غيطيب راه غنحيد عليه هاد طبي الومنيوم ونخليه يتحمر من الفوق شويه ونرجع معكم ان شاء الله. ها هي الفلفله ديالي من بعد ما طابت، هاكي تتجي، كتجي خاطره وزوينه. كنتمنى تعجبكم وديروا لي نجيم وتشاركوا في القناه وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا ان شاء الله، وبالصحه والراحه.